من مظهر امرأة دار أزياء كلوي، استوحت كلير وايت كيلر مجموعتها الربيعية والصيفية 2012، حيث درست كلير عن كثب تاريخ أزياء هذه الدارة، فجسد ذلك في مجموعة ظهرت فيها فساتين المشاهير اللواتي ارتدين فساتين كلوي على السجادة الحمراء وأخريات أقل شهرة يتمتعن بنسيم البحر الصيفي. المجموعة صيفية خفيفة واستخدمت الأيادي في الجيوب، وأردت أن أضفي نوعا من الحرية في الحركة على من ترتدي تلك الفساتين. البيج الذي اشتهرت به دار كلوي للأزياء كان حاضرا في المجموعة بمعظم مشتقاته كالبيج اللحمي مثلا، بالإضافة إلى الأحمر والزهري والأسود. استخدمت اللون البيج اللحمي لأنه لون كلاسيكي جميل ويتناسق مع مكياج العارضات، وكذلك مع الزهري والأخضر النعناعي المنعش والأبيض. الأناقة والاسترخاء في الفساتين التي حيكت من الحرير والقطن شكلت مجموعة مشعة رقيقة للربيع المقبل. أردت استخدام أقمشة تستعمل عادة في فرنسا كالشيفون والجورجيت، وأخرى تستخدم في الحياكة اللندنية كالحرير، والقطن اللذان يمنحان من ترتديه السلاسة والبساطة. وأخيرا حقائب بأشكال هندسية متقنة مصنوعة من جلد ناعم وصنادل نحاسية اللون وأخرى شفافة رافقت المجموعة. عرض جيد يظهر الحداثة في الأزياء دون أن نشعر بأننا ضحية للموضة. في دار كلوي يسيطر اللون البيج على المجموعة. عرض كلاسيكي أنيق مع لمسة عصرية حديثة. إذن أول تعاون بين مصممة الأزياء الإنجليزية كلير وايت كيلر ودار كلوي الفرنسية للأزياء، بعدما قدمت هذه المصممة مجموعات لدور أزياء عالمية أخرى كتوم فورد، كالفين كلاين وغوتشي. ليث بزاري، العربية، باريس.